أهلين يا طلال. حبيبي يعني نحنا أنا سعيد كتير الحقيقة بهي الفرصة اللي منحوني إياها الـ ACC مركز السينما العربية، وخصوصا إنه معك أنت يعني كسينمائي سوري محقق هيك إنجازات الواحد يعني الحقيقة فعلا بيفرح فيها. وبنفس الوقت يمكن أنت من أكثر السينمائيين جدلا ومن أكثر السينمائيين اللي رافقتهم كتير قصص خلال شغلهم الممتد من وقت التخرج يعني إلى الآن، سواء بمرحلة قبل 2011 يعني اللي هو أنا دائما بقول يعني السينماك بتنقسم لمرحلتين، مرحلة قبل 2011 ومرحلة ما بعد 2011 اللي هي فيها بقى الانطلاق الأكبر والانطلاق الدولي والانطلاق الكبير، والفيلمين اللي يعني اللي كل واحد منهم يمكن جدلي أكثر من الثاني وغني أكثر من الثاني، يعني بينحكى عنهم كثير كثير وانحكى وأسالوا الاثنين كثير من الحبر مثل ما بينقال يعني. ف كمان بنفس الوقت يعني بمسيرتك طلال في عدد هائل يمكن من الجوائز الدولية، عدد هائل من التنويهات، أكثر تقريبا يمكن حوالي 100 جائزة دولية إذا ماني غلطان، وعندك عدد كبير من المشاركات اللي كان أبرزها يمكن جائزتين لجنة التحكيم لأفضل فيلم أجنبي بساندانس اللي هو عن العودة إلى حمص وعن الآباء والأبناء، وعندك طبعا الأبرز يمكن اللي هو ترشيح الأوسكار، أوسكار نومينيشن عن الآباء والأبناء. فبدي بلش أنا من هاي اللحظة هيك لبينما يفوتوا الناس كمان متابعين الاي سي سي توكس بشكل أكبر، بدي أسألك عن لحظة الأوسكار، بلش من هون. كيف فيلم محلي عربي ممكن وثائقي اللي هو لسه نوع أقل رواجا يمكن من الروائي، كيف ممكن فيلم منجز بهذا الشكل يوصل لمنصة أو لمكان مثل الأوسكار؟ وكيف أنت تلقيت اللحظة؟ كيف تعاملت معها؟ شو كيف تعاملت وشو حسيت؟ يعني راح بلش من هون. حيو علوش، يعني انت نحن معرفتنا يمكن اكثر من 15 سنه، وبتذكر انا اول شخص فرجيته فيلم القصير، يعني بطل البحار. انا كنت لانه ناطق بالكردي وقتها ساويته قبل 2010، فكان في خوف كتير، واول شخص اخذت رايه وبالفيلم هو انت. يعني عملت حضرناه عرض خاص انا وانت بالبيت عندي، بتتذكر؟ تذكر ببيت المزرعة، ايه البيت اللي لساته لليوم. فأنا وجودك بالشام حقيقة بيبعت هيك طمأنينة وإحساس إنه المكان لسه دافي. يعني أنا سعيد إنك أنت مواظب، على رغم كل الظروف، مواظب على كتابة النقد وعلى كتابة السينما، وما فتت بكتير مهاترات. يعني بقيت نبضك سينما علي. معلش بدي أحكي عنك شوي قبل ما نحكي عن الأوسكار. راسي اي بس هو موضوعنا انت وسينماك هلا مو انا. تمام حب. بتعرف هي القصة ما هي لحظية، يعني بمعنى هو بروسس كامل. لما نحكي على الأوسكار فنحن عم نحكي عن مؤسسات كبيرة، مؤسسات مرتبطة ببعض. الترشيح للأوسكار بيتطلب أمرين. أول واحدة إنك يعني أمر من اثنين، إما إنك تكون حصلت على جائزة من أصل، يعني في 30 مهرجان، في 30 جائزة حول العالم تقريبا، عندهم الأحقية إنه الأفلام الفائزة فيهم يترشحوا للأوسكار، أو ما حيقولوا يترشحوا لأنه يترشحوا بكير، يكونوا مؤهلين ليشاركوا بمنافسات الأوسكار. ف بلاس في عندك العروض التجارية بالسينمات الأمريكية، فإذا فيلمك حسن لاقي ديستريبيوتر موزع لصالات السينما بأمريكا، فأنت عندك القدرة أوتوماتيكياً تقدم على الأوسكار، وحتكون أنت على منصة الويب سايت تبعهم الأكاديمية إنه يتم مشاهدة فيلمك، وبناء عليه أنت وحظك من الترشيحات. يعني نقول بالوثائقي، لأنه هن كمان مقسمين بالوثائقي. مثلا في ما يعادل تقريبا
500 ل 800 شخص عندهم الحقية أن يصوتوا، أنا واحد منهم، أنا عضو بالأكاديمية. فعندك هاي المنافسة. السنة هاي كان في فيلم قصير إلنا من إنتاجي ومن إخراج زوجتي هبة خالد، اسمه سكان الأرض اليباب، حصد على جائزة مهمة بمدريد أهلته إنه يترشح للأوسكار. فنحن بعد هذا الشيء جبنا بابليستي قوي بأمريكا، هو هيئ له المنصات الإعلامية للفيلم يحصل على الاتنشن والصدى اللي لازم للي بصوته يعرفوا فيه. بس طبعا المؤسسات الكبيرة هي اللي بتحكم، وما حسنا نجتاز، يعني ما حسنا نكون بالشورت ليست. فعندك الشورت ليست هو فيلم جميل بالمناسبة، يعني اللي هو إخراج زوجتك هبة خالد، فيلم يعني وثائقي تجريبي قصير، وفيلم جميل ومعمول بذكاء يعني الحقيقة. موجه لها تحية لهبة يعني كمان. فيلم حساس كتير وصعب وذكي، وبده يعني بده عين اكسبيريمنتال واقعي. بس مثل ما قلت يعني نحن لحالنا هو فيلم الأول، ونحن كشركة منتجة ألمانية نحن كنا الوحيدين، يعني ما كان عندنا موزع قوي أو لنقول بارتنر قوي بأمريكا اللي هو من الأسماء المعروفة، يعني الـ HBO مثلاً، النتفليكس، الناشونال جيوغرافيك، بي او في، الاسماء الكبيره اللي هي عندها قدره ولها علاقاتها بالمصوتين نفسهم. وطبعا في شيء من الميزانيات الكبيره اللي احيانا متوصل بالافلام الطويله ل 3 و4 مليون، هي بس الحمله الدعائيه. نحن باباء وابناء كنا فقراء علي، يعني نحن انا فزت بثلاث جوائز بترشحني لاكون لاني شارك بالمسابقات تبع الاوسكار، من بيناتها ساندنس، بيناتها كراكو ببولندا، ومن بيناتها جائزه باستراليا. وبعدين كمان كان عندنا عروض تجارية سابقة بأمريكا، فهذا الشيء يعني من كل الأطراف كان الفيلم مؤهل إنه يشارك. قدمنا والفيلم كان أخذ صدى كبير، يعني كان أكثر من سنة عم يفتل بالمهرجانات، والصحافة عم تكتب عنه، والنقاد يعني كبار النقاد وكبار السينمائيين، وحصد الفيلم تقريبا يعني حطم رقم قياسي بالنسبة للسينما، بالسينما السورية بالسينما العربية، يعني 60 جائزة وترشيح دوليين. فهذا الشيء أهلنا إنه نكون شورت ليستك. 15 فيلم كانوا بالأساس، تقريبا فوق ال 150 فيلم نزلنا لل 15. هذا ال 15 كمان استثنا بالكامبين وكفينا وصلنا من الخمسة النومينيتد. بس طبعا اللي فاز وقتها يعني. فاز يعني هو مهم حقيقة. اللي صار هاي السنة بالأوسكار إنه الفيلم الفائز هو فيلم فورين لانجويج، يعني فيلم الفيلم اللي فاز. بالنسبة للوثائقي ما صار قبل، يعني مؤخر 10 سنين إنه فاز فيلم لغته مو فيلم ناطق بالإنجليزي أو أمريكي. هي محاصصة بتكون السنة هاي فاز بالوثائقي فيلم من إنتاج نتفليكس، السنة اللي قبلها فاز فيلم إنتاج ناشونال جيوغرافيك. الترتيب يعني يعني كان لي حظوظ أنا على فكرة، يعني كان كثير من النقاد بالسينما والكبار الأسماء يقولوا إنه بيتوقع من توقعاتهم إنه يقولوا آباء وأبناء ممكن يحصل على الأوسكار. يعني أنا اللي بفهمه من كلامك طلال إنه هي مجموعة من العوامل، مجموعة من العناصر، في أسباب كتير، في تمويل، في شغل، في كامبينز، في ممكن بعض الحظ أحيانا، بعض التوفيق، يعني هي مجموعة من العناصر. لهيك أنت مثلا أحيانا نحن كمشاهدين بنقول طيب هذا الفيلم أفضل بكتير من الفيلم اللي فاز بالأوسكار، ليش ما ترشح أصلا؟ يعني هذا السؤال بيراود كتير من الجمهور، إنه هل يعقل هذا الفيلم اللي هو أفضل من اللي نحن شفناه أخذ الجائزة، طب هذا ليش مو مرشح أساسا؟ فهي يمكن أنت كنت بقلب الطبخة كلها وبقلب السيستم هذا كله وشفته من جوا. تماما. يعني مثلا حديث عن الأشجار لصهيب، نحن
انا كنت بلجنه تحكيم بالجونه واعطيناه الذهبيه، وكان هو بالبرلينالي وكمان اخذ ذهبيه الوثائقي. فيلم عظيم جدا، بس نعم، فيلم حلو كثير. للاسف الشديد يعني. بس انا متوقع لو طلع كان ممكن يوصل يكون شورت ليستد نومينيتد. هي وحده يعني يعني المجموعه اللي جوا الامريكا، المؤسسات اللي عم تدعمك، الاشخاص اللي عم يدعموك، لانه كمان هن الدوكيومنتري برانش يعني هن مجموعات شلل. فكل شله كل مجموعه بتدعم فيلم. كمان في عندك الاوروبيين، طبعا هن مو قلال يعني، عاد بتوصلوا فوق ال 25% تقريبا من الاعضاء. بيرشحوا فيلم بالعاده بيكون في سنه سنتين. انا بالسنه اللي كنت فيها كان فيلمي الوحيد اللي من خارج امريكا من الافلام النومينيتد الخمسه، اربع افلام امريكيه وكلها انتاج ضخم ومؤسسات وراها ومنتجين كبار. طبعا الكواليتي تبع الفيلم، الروي، الموضوع، التوبيك، يعني في مواضيع هي انترناشونال انترست، في مواضيع بتحس انه هي بتهم مجموعه من البشر، بتهم ممكن السوريين ما بتهم غيرهم. فكمان هذا الموضوع قديش عندك قدره انك تعمل فيلم من بيئه محليه تخلق موضوع جلوبالي عالمي، ممكن يشوفه اي بني ادم باي مكان بالعالم، معلومات او باك جراوند عن البيئه اللي الفيلم مصور فيها، يصلوا روح الفيلم ومعنى الفيلم ورسالة وفيلم، أو لنقول يعني أنا من الناس اللي ما بيحبوا كلمة رسالة، بس إنه تكون الفكرة والحس يكون واصل، والمعلومات اللي فيه تكون واصلة، ما تكون كثير محلية. رح نرجع على هذا الموضوع طلال، بخصوص عن الآباء والأبناء تحديدا وموضوعه. بدي أسألك، هل هذا يبدو فتح أمامك أبواب كثيرة، وفتح أمامك منافذ، يعني بظن أكبر المنافذ. لهذا السبب أنت اليوم كتبت أو بصدد كتابة، أو عم تكتب أنت وزوجتك هبة عم تكتب مسلسل أمريكي حسب ما أنا بعرف، احكي لنا عنه، شو الوضع؟ تماما مثل ما قلت، يعني انا طلعت على الاوسكار وفتره بين، ونحن عندنا تعرفت على يعني اوتوماتيكيا في ايجنسي من الثلاثه الكبار، صرت انا يعني احد زباينها لنقول، الكلاينت عندهم هي يونايتد تالنت ايجنسي يو تي اي، بالنسبه للمخرجين هي نمبر 1 بالعالم. ففعليا هن انا اجتمعت فيهم وحكيت لهم على فكره المشروع، انه انا بدي اكتب مسلسل فانتازي من منطقتنا، بتعود تاريخه لاكثر من 5000 سنه، امريكي طبعا باللغه الامريكيه، ممثلين ممكن يكونوا متنوعين بين عرب على اوروبيين على امريكان. فقعدنا نحكي بالتفاصيل، فاقترحوا علي انه جهز البايبل اللي هو بروبوزر يعني نحن بنقول عنه، وحكينا بالتفاصيل شو لازم يكون فيه وشو يتضمن. فقعدت اشتغل انا وصديق لي في هذيك الفتره، بقي المشروع مكانك راوح، لحد ما سافر انا، هو سافر الى اخره. بعدين قررنا، قعدنا انا وهبه نقعد نحكي بالمشروع، وبلشنا فيه من اول وجديد، يعني بلشنا بقصه ثانيه مختلفه عن القصه اللي كنت عم اشتغل عليها قبل، وقعدنا عملنا معسكر كتابه قبل ما تجي الكورونا. فحبسنا حالنا قبل الكورونا 4 شهور بالبيت، وقعدنا وبعدين في حبسه ثانيه بالكورونا. خلصنا شبه خلصنا على فتره الكورونا، فانه هلا واو خلصنا كتابه، عملنا تقريبا شي 60 صفحه بروبوزر، جهزناه في التريتمنت، في الستوري لاينز، في الانترودكشن، معلومات، كاركترز، الشخصيات كلها مشروحه فيه. ف صرنا جن وعملنا له مراجعه بالانجليزي واديتنج، بهي الاثناء اجت الكورونا، فرجعنا بنضبينا بالبيت، يعني ما حسنا نطلع. فقررنا نرد نعمل شورت بايبل اللي هو 10 صفحات مكثفين من 60 صفحة.
بس نحن ما رجعنا لل60 صفحة، رجعنا عملنا شيء منفصل تماما أنا وهبة. هون بهالأثناء يعني تماما كنا نقعد علي هون بالبيت، كل شيء نحكي نكتبه بلحظيتها، مشهد مشهد. يعني هذا النوع من الكتاب اللي ما هو منفصل، هي اثنين بروح واحدة قاعدين عم تمام. يكتبوا جملة جملة. ما هو انه انا اكتب وابعت وهو يكتب ويبعت. انت تمام. هلا عم تكتب مع يامن، بتعرف بتعرف الورشات الكتابة هي بالعادة بتكون ثلاثة وطالع. الأرقام الزوجية غير محبوبة لأنه على طول بدك تحكيم، يعني ما في رأي ديمقراطية موجه. زوجية، بس نحن رقم زوجي. فنحن بس نحن كنا روح واحدة بهذا الشيء، على نفس على نفس الموجة. فيا حلو. صديقي، هو عمل فانتازي ولكن واقعي، فانتازي بالطرح، لأنه ما في حدث تاريخي، الحدث غير مكتوب، نحن بنقطة بالتاريخ مجهولة المعلومة، هي رقم فخارية أكثر ولا أقل. ضفنا لشغلات إلى علاقة. هذا الحكي أنا بالمناسبة عم أحكي لأول مرة عن هذا المشروع. هو عمل كتير ضخم، ممكن 5 أجزاء، كل جزء 8 حلقات، كل حلو. حلقة ساعة. ونحن عم نسعى تقريبا نبلش بالتواصل مع أشخاص يعني بالجهات الكبيرة، نتفليكس أو اتش بي أو أو هولو أو أمازون، يعني الجهات، أو حتى أبل تي في، لنشوف مين متحمس للمشروع. يعني ممكن نتواصل مباشرة مع بلاتفورم ديجيتال، هن اللي يستلموا بالكامل. أو ممكن يعني يجي منتج كبير يقول أنا لي علاقات معهم وحابب المشروع وحابب يتمناه. ونحن صفتنا رح يكون كرييتر بالمشروع، اللي هو كل ستراكتشر والستوري يعني بين ايدينا، سرد الحكايه بين حلو. ايدينا، نكون كاتبين لحلقات اضافه، رح نكون انا رح اكون اخراج اول حلقه، ممكن اخر حلقه من كل جزء. فهذا المشروع الحلم يعني اللي بدي اقول لك اياه، لانه انا كمان انت بتعرف انا من بيئه، انا بالاساس فيكشن، دراستي فيكشن. ولما رحت على بعرف. الدوكيمنت كنت كان الستراكشر الفيكشن، البناء الفيكشن او الروي الفيكشن هو اللي بحركني. ف هلا للناس يمكن ما بتعرفوا، المرة انت قلت لي اياه انه انت بالمعهد بحصة الوثائقي كنت تهرب. كنت اهرب معهد السينما بأثينا، تخيل. انه يعني يعني انه مقابلات وتاكلت الجزيرة والبي بي سي، يعني ما كان لسه في قدرة أو فهم لآلية الروي بالكاميرا. أنت عم تروي بالوثائقي، أنت بتروي لحظة بلحظة. فأنت كتابة عندك مرتبطة بالمشاهدة، يعني عندك تصور وعندك ستراكتشر، يعني عندك خيل، عندك سياق الكونتنت بنسميه. تمام. عندك خطوط بدك تمشي عليها، التوبيك اللي انت بدك تبني عليه القصه، الاسئله المهمه الحساسه، علاقتك بالمشروع، عندك الاساسيات. طبعا انت عندك حدسك هو حقيقه بالدوكيومنتري خيار الشخصيات هو مبدئيا انا بقول لك 50% من نجاح العمل، 25% هذا اللي هو التمويل والمنتجين الشاطرين. يعني منتج يكون معك منتج ذكي، هذا هو، وعرفان الماركتينج وعرفان الجمهور كيف بيقرا، وهو بالاساس عنده نفس. هذا بيعطيك عن جد قوه للمشروع. وطبعا 25% لها علاقه بقدراتك وتوجهك وللجانب الابداعي عندك كمخرج او كمؤلف. فيا حلو. صديقي يعني هيك. طيب يعني هيك سؤال على السريع بس هلا خطر لي، انت هلا بالمسلسل بدك تتعامل مع شركة انتاج او بلاتفورم، يعني بدك تتعامل مع كيان انتاجي هيك يعني له قواعده، له توجهاته، له يعني راح تفوت بلعبة العلاقة علاقة باللعبة الانتاجية، في حين انه انت كل اعمالك اللي اشتغلت افلامك يعني انت كنت منتج فيها وانت مسؤول عنها من الالف الى الياء تقريبا، خلينا نقول، وعلى عاتقك يعني تقريبا كثير من المهام اللي حتى احيانا مو من ضمن الاخراج، يعني انت مسؤول عن كثير شغلات عم تحاول تحققها
إضافة إلى الإخراج. فكيف هلأ بدك، يعني كيف شايف أنت لما بيكون في سينمائي مستقل؟ رح أرجع عيد. اللي عم أقوله أنه أنت هلأ لما بتفوت على لعبة إنتاجية فيها استديو أو فيها شركة إنتاج، وفي حين أنه أنت كسينمائي مستقل كل أعمالك كانت فيها أنت المسؤول عن الأمور من بابها لمحرابها، يعني مثل ما بنقول. وحتى كنت تتصدى لمهام إضافة للإخراج، كنت تعمل يمكن أمور كثيرة مو من ضمن يعني شغل المخرج عادة. فهلا كيف انت يعني كيف شايف السينمائي المستقل لما بيفوت على هذا الجو؟ يعني مثلا اذا جيم جارموش بده يعمل شيء مع نتفليكس، يعني او هلا التسجيل السوري اللي هو طلال ديركي او السينمائي المستقل كل حياته تقريبا بده يفوت على لعبه انتاجيه ممكن تكون ضخمه وكبيره مثل ما عم تقول لي، بدك يعني خايف مثلا بدك تضطر تتنازل بمكان، بدك تقول ايه هون، بدك تقول لا هون، كيف شايف القصه؟ واضحة. أنا يعني ضمن معرفتي ومشاهداتي واضحة القصة. علي، أنت عم تحكي عن مشروع كتير ضخم، أنا غير قادر أنفذ لا لوكيشن ولا جيب الاختصاصي. يعني في مؤسسات عم تشتغل بهذا المجال، صلى عمر بأمريكا، واستديوهات كبيرة يعني. فأنا بالنسبة لفيلم ناطق بالعربي مثلا أو ناطق باللغة، يعني بمعنى بالفيلم معروف عندك كاميرا وانت بتتحرك بفضائك، بس هون الموضوع صنعك تماما مختلفه. نحن بالنسبه لي انا وهبه، هو الستراكشر تبع سرد الحكايه وشو ممكن يصير، هذا بايدينا. اوكي، بالنسبة للموضوع الثاني، الأمور الثانية، الممثلين والشخوص والكذا، فهذا بيتم طبعا مع المنتجين، لانه بالنهايه بدك الافضل تروج العمل. يعني عندك في خيارات بدك تعملها، في مجموعه من الاساسيات لازم تحافظ عليهم لحتى ينجح العمل. كمان في هو الغريب، يعني المغامره بالقصه، انه نحن عم نروح على بيئه شرقيه، بس هي سابقه للشرق. يعني نحن البيئه تبعنا هي ميزوبوتاميون اللي ومحيطه تمتد محيطه للشمال لاخر شمال العالم، وللجنوب لحديث يعني ابعد من السعوديه لليمن. هي البيئه لنقول هي سابقه حتى للاديان السماويه كلها، سابقه لليهوديه، سابقه لكل الحضارات الموجوده. فعندك التصور رح يكون الكونسيبت مختلف. فانت كيف فينك تجيب ممثلين غربيين لنقول بيتشر مع ممثلين من بيئتنا اللي هن سمر، عيون سود الى اخره، الاكسنت بيختلف بالنطق الانجليزي، كيف كلهم تعمل لهم هذا الدمج ضمن عمل واحد؟ هذا هو كان التحدي، انه نحن نحسن نجيب نتاج غربي ونكون جزء من هي خريطة العمل العالمي، ما نعمل فيلم. يعني الأفلام لنقول البيئات اللي قرب لك إياها الصورة، البيئات اللي انشغلت على هذا هن الفرعونية حقيقة، اللي بتشبه وانشغلت عالميا بنجوم عالميين هن الفراعنة على البيئة الفرعونية، لأنه بتتحمل، لأنه قدم الزمان وما في تصور يعني حقيقة واضح. بس رغم هيك نحن لقينا لحلول درامية لها علاقة بهذا التجمع، الملاذ، الميزوبوتاميا لنقول المنطقة هي كحاضنة للحضارات وللبشر اللي هربوا من أخطار وقرروا مع بعض يبنوا هاي الحضارة، سواء بأوروبا كان يعني نحن عنا تصور أنه كان لسه في بقايا عصر جليدي وما كان في حضارات، يعني هو طبعا ما كان في حضارات بهذيك الفترة. فلهسه هذا التنوع بالبشر اللي موجودين بالعمل، فهذا بحد ذاته جزء، انه حكايتنا نحن، حكاية منطقتنا، او لنقول حكاية مؤلفة من رونا تتجسد بعمل امريكي مثل كل الاعمال الكبيرة. فهو حلم. طيب. هو اذا نجح انا رح يفتح الابواب
ورح يشكل كمان يعني بيئة سلام، بيئة بتخف في تناحرات، وبيرجعوا بنطلع على بعض بعيدا عن الأيديولوجيات والمشاكل السياسية حقيقة اللي حرقتنا حرق آخر 10 20 سنة يعني، وخصوصي مؤخرا وقت ما صار السوشيال ميديا، صار فضايحنا على الملأ. انا يعني هلا انت جيت على ملف هذا لحاله، لانه في عنا كثير من شيء نحكي فيه، بس خلينا هيك يعني نوصل له تباعا. بدي ارجع ل يعني عن الاباء والابناء، هذا الوثائق اللي يعني اللي اثار كثير جدل، حقق كثير نجاح، هي المعايشة عائلة جهادية ينتمي الأب فيها إلى جبهة النصرة اللي هو فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام مع أولاده، والتركيز على هذول الولدين اللي هن أسامة وأيمن، وعلى مدى تقريبا 2.5 إلى 3 سنوات من المعايشة، وأنت رحت لهنيك وقدمت لهم نفسك على أنك مصور حربي لكنك يعني نصير لإلهم ونصير لقضيتهم. ما بعرف إذا عم تسمعني طلال هلأ. تمام. والجماعة احتضنوك واعتبروك يعني قريب منهم أو حتى واحد منهم إذا جاز التعبير، وفتحوا لك الكواليس اللي في لأتاح لك فرصة أنك فعلا تعمل وثيقة نادرة يعني الحقيقة اللي شفناها يعني كلنا، واللي أثارت كل هي الزوبعة من الجدل واللي حكينا فيه. أنا بدي بلش ولو باختصار يعني كيف بلشت فكرة عن الآباء والأبناء، وكيف قدرت تقنعهم يعني، شو قلت لهم يعني، شو عملت؟ حقيقة بلشت هي من التصوير الأخير لفيلم العودة إلى حمص اللي هو تم بربيع 2013. هي المرحلة اللي قضيتها بشباب حمد اللي هي بصحراء تدمر، كنت مع الساروت، وبعدين الساروت راح، بقيت مع ناس ما بعرفها، واضطريت يعني اتواصل معهم، يكون فوت لمقراتهم مشان انه ما في لا اتصال ولا انترنت. بعت رسائل لزوجتي كانت بلبنان وقتها، طمنها انه انا لساتني عايش، ما اختفيت لانه صار كذا يوم برا النت. فتمت يعني كان وقتها النصرة بأوجه، كانوا الشباب يعني يخجلوا يقولوا، كثيرين من اللي يقولوا الجيش حر يقولوا نحن نصرة، المبدأ انه النصرة قوية وبتحقق انتصارات الى اخره. وتعرفت هنيك يعني صدفة هذا المقر اللي هو مقر لأول مجموعة، يعني كانت المجموعة اللي بعدين صارت داعش بعد بشهر شهرين، لأن داعش أعلنت عن نفسها في ذيك الفترة. فشفت أحزمة ناسفة، وشفت ناس عراقيين مشكلين، فجأة هيك تلخبط علي الجو، هي ديمقراطية، فهمت كيف؟ فصار الموضوع شوي، وأنا طبعا تعرفني أنا لا ديني، وخطي هو السينما يعني بالأساس، هذا هو مشروعي بالحياة، وهذا هو اللي أنا بشوف الأبدية فيه، وهذا اللي أنا بنتمي له، المكان اللي بنتمي له. فيا صديقي، هاي نقطة متحولة. أنا قررت وقتها أني أتفرغ للسينما وبعد عن العمل السياسي، حقيقة تكون السينما تبعي مستقلة، ساد اتجاه مشاهداتي واللي عم بشوفه من دون كثير تدخل. فبعد الفيلم بقوا لهي السبب، بتشوف بآخر الفيلم بتشوف غنية جهادية، بتشوف الشخصية عم تغني غنية جهادية، بتشوف رايات سود، بتشوف اللي شاف الفيلم رح يفهم شو قصدي. فهو الشخصية لأول مرة بتشوفها عم يغني غنية جهادية، فهي هذا الترانسفيرينج، تحول بعد مرحلة ما للخط الديني المتشدد العنفي. فهون قررت أنا، لأنه كمان عندي مشاهدات، شفت كثير آباء عم يحفزوا أولادهم على حمل السلاح، شفت كثير مراهقين بالحرب، فقررت أنه أعمل فيلم عن التربية العنفية وعن التربية الجهادية.
وعن اللي بنسميه نحن الباتريارك فادر، يعني الاب السلطوي اللي هو بيقول له بيختار مستقبل اولاده من اللحظه الاولى فيها، شو يعمل شو يساوي الى اخره. كيف الجهاد بصير جهاد؟ يعني كان في ريفرنس يعني لشغلات كثير، مثل مثلا فيلم ابوكاليبس ناو مثلا، مارلون براندو شخصيه الفيلم، الدور اللي بيلعبه وعلاقته على فلسفه العنف. بفيلم القيامة كان في فيلم باردون باردوني ابي سيدي كمان للاخوين، هذا فيلم 77، سنه 77 حاصل على السالفه الذهبيه، روايه دميان لهرمان هسه، ويوميات الكتابه كمان، كيف فينا نكتب يوميات اسامه يلي الطفل يلي الطفوله للجهاد للقتال للحرب الى اخره، بتعبى بافكار عنفيه جهاديه دينيه تكفيريه. فهون انا بسبب علاقاتي الكبيره على الارض احسنت احد امراء مصر اللي كان بحمص وصار بالشمال، هو حطني، هو عرفني، تعرفنا على اولاده، كان موجودين بمعسكر لابو حمزه المصري، وقربهم ابو مسلم الشيشاني، هذا قبل ما بلش التصوير بشي شهر تقريبا، حتى قبل ما اعرف الشخصيات، قبل ما اعرف شخصيات في الشهر. صادفت انه المصور كان هنيك وشاف الاطفال وصورهم، فلفت نظري الاولاد، ويعني وبعدين عرفت انه ابوهم كان من معتقلين سيد مايا اللي هو طلال، بس مسؤول. اذا بتضل مقرب هيك على يعني يا ريت تضل مقرب هيك، لانه هيك الصوت عم يكون اوضح شيء، لانه احيانا لما عم تبعد الصوت عم يقطع، فبس اوكي بتمنى عليك اوكي تضل ايه تمام. اوكي فالرجل اللي بنعرفه تواصل مع الاب وقال له، في هو اقوى منه طبعا بالتشكيل بالنصرة، فقال له انه في مخرج وقبضاي وكذا والى اخره، وهو هلا اخذ، هو هلا يعني عم يتعلم الدين شوي شوي، هو متحمس والى اخره، وحابب يصور فيلم عن الجهاد لعل عسى انه البقايا في العالم يتعظوا ويسلكون هذا الدرب. ف انا بالنهايه بتعرف يعني رحت حذفت كل شيء، صور الي على اليوتيوب على الفيسبوك، الي علاقه بمرمر وسهراتنا بمرمر، صور تذكري بالاساس انا ما كان في يعني ما كان في شيء كاتبه او منشور الي يعني على تماس مباشر مع الفكر الجهادي. فرحت لهنيك وقدمت حالي كشخص اكتشف الحقيقه متاخر وبده يتنور والى اخره. بس حقيقه انت وكثيرين ممكن يسالوا انه انت ضحكت على الشخصيه لتصور، ما هيك؟ بدي اسالك عن هذا، ايه يعني وقتها حتى لك لقب كان طلال، ما سموك اسم ابو كذا الكذا، ما بعدين مو صح؟ تمام. ابو يوسف الالماني اللي احيانا، ابو يوسف الالماني. بس تماما يعني مره بيقول ابو يوسف الكردي، هلا كردي ما عاد نفعت لانه نحن الاكراد مغضوب علينا هنيك يعني. التخت من بكير ابو يوسف الكردي وخلص، ابو يوسف ابو يوسف، ناس تقول ابو يوسف الالماني لانه مقيم وعايش بالمانيا. تمام. فبالتعرفت عليه ومتحمس، هو واضح، هو من اذا بتشوف المشهد الاول اللي هو عم يحكي عن شخصيات الجهاديه القاده الكبار بطالبان والقاعده، وهو عنده رغبه انه حقيقه يتخلد ذكراه بشكل ما. فقاطعت القصص ولقيت مكان قريب منه وسكن قريب منه تقريبا على بعد 300 400 متر، فكان فيني يتردد عليه من وقت لوقت، وبقينا نصور. طبعا كان التصوير جدا صعب لانه البطيء جدا، والحدث يعني ممكن تقعد اسبوعين ثلاثه ما تصور مشهد، بس انت بنفس الوقت عم تضطر تعيش هي الحاله، وعم تضطر تعيش طقوسهم، وعم تضطر تسمع احاديث يعني بتقتلك من جوا. فكمان هبه كان يعني هي مخرج مساعد، هبه زوجتي هبه خالد كمان مخرج مساعد بالفيلم، وهي من بيئه شوي من ربيان بيئه محافظه، فعندها فكره منيحه عن هذا الجو. هي فبالاوقات رامي كساب عم يقول لك احلى ابو يوسف لك عمي، يعني احلى ابو يوسف الالماني.
حبيبي رامي. ايه ف ف يعني كانت تهديني بالاوقات اللي افقد فيها اعصابي وانهار يعني، بس بالمقابل كنت لما اصور مشهد مهم كان اعرف انه ان الفيلم يصبرك، كان هذا يصبرك. صبرني انه ما في شيء عم يروح سدى، انه في تمام. نتيجه فيا شريك صورت هيك. وهي بالحقيقه بدي اقول لك اياها، ما فيك اذا انت كنت مختلف عنه نتفه نتفه بالتفكير فانت مرفوض. انا ما رايح اعمل حوار حضارات بين شخص علماني وبين شخص متشدد، تماما. لا انا رايح القط انطباعات مثل ما هي من دون اي تحريف، لانه كتير بسيط انه هن يوجهوا لك الفيلم انه يكون بروباغندا. يعني مشهد العصفور بداية الفيلم ذبح مثلا العصفور وكذا، هذا لو ما انا موجود هنيك ما في اي ما مصور تصور جايبك، لو طبعا. حدا من ما بيصور لك يا مخه صح بغير قصة، فهمت كيف؟ يعني هالسبب بدها حدا خلفيته كتير سينما، بيعرف رمزية الصورة والسايكولوجيا النفسية وكيف تتطور، يعني تقلبات الشخصية كأب محب نفس الوقت بيضحي بابنه يبعته للجهاد مشان مشروع الخلافة. هذا كان الخط الرئيسي يعني اللي لبك العالم، لأنه في ناس طلعوا عليه شافوه انه مختلف عن فاميلي مان، هو طالع فاميلي مان وبحب العيلة وشم ريحة ابنه وهو مارر بالسيارة يعني. ففي ناس فعلا قالت لك يعني نحن هلا معقول نتعاطف مع شخص مثل هذا؟ هل طلال ممكن معقول يحطنا بهي الدلايمة يعني بهي المعضلة؟ ما صار. يعني هلا اذا بتقرا كل شيء انكتب بانجلش وبكل لغات العالم، شيلك اللي كتبه السوريين شو كتبوا، لانه صار في حمله كبيره بعد بدي الاوسكار. احكي يعني. طب خليني اسالك السؤال وجاوبني عنه كله بسألك انت وبصراحه. هلا نحن بصراحه بعد كل هالسنوات على الفيلم، هلا لما بتقعد بينك وبين حالك طلال، هل تعد نفسك خدعت ابو اسامه المصري وعائلته لعملت فيلم؟ ابو اسامه السوري. لا انا ما انا عفوا ما ابو اسامه السوري. بس اخفيت عليه شيء بخصني اللي هو خلفيتي كرجل علماني، لغرض انه احسن انقل الصوره بوضوح. يعني على سبيل المثال يلي بتصور بالناشونال جيوغرافيك بالطبيعه ما بيغطي حاله باعشاب وكذا ومدري شو، بيحط الزوم وبيستنى، هل هو عم صح يخدع؟ لا هو بده الماده اللي تصور تكون حرية بالمطلق، حرة بالمطلق، مستقلة بالمطلق لتنقل الانطباعات الصح للجمهور. في كتير أمريكان وأوروبيين طلعوا صوروا أفلام مع شخصيات قاعدة، ولأنه غير متمكنين باللغة، إنه بيعرفون هذين يعني هن بيقولوا لهم شو يصوروا. فطلعت الأفلام مخرجين أوروبيين، طلعت الأفلام أقرب بروباغندا. شخصية الشر بده كيمنتري بيحمل فاليو ايفل فاليو، هذا نادر بالدوكيمنتري، هو موجود بالفيكشن. يعني شفنا الجوكر، شفنا العراب، شفنا باولو سكوبار، شفنا كثير من اشخاص عنفيين اشرار بيقتلوا، بس هن ابطال العمل. فهذا كيف تنقل شخصية اللي هي انتي هيرو لشخصية لأبو لنقول أسامة. هو مع الأطفال. يعني نسبة 50-50 الأطفال اللي هن ضحايا، ضحايا الوالد، ضحايا المجتمع، هن 50% وهو 50%، بس هن الهيرو اللي الأنتي هيرو عم لمرحلة ما واحد فيهم بيحسن يستقل ويروح على مدرسة، يفوت على المدرسة اللي هي جنب البيت وتشوفه عم يحكي على عم يغني سفينة الفضاء اللي هي تماما شيء مختلف عن الفكر السلفي. تمام. والثاني راح بهذا الدرب اللي هو بده ينتهي فيه كمقاتل. وهذا الشيء موجود طبعا، وموجود بكثرة بهذيك المنطقة، موجود مثل ما موجود. يعني سوريا للأسف الشديد يعني الجهاديين ركبوا على أكتاف حراك الشعب وركبوا على أكتاف التضحيات ومطالب محقة وطلعوا يعني اللي حصلوه بسوريا ما حصلوه بأي مكان ثاني.
فهمت كيف يعني. بديت ابو اسامه شاف الفيلم بعد ما طلع وهو عايش قبل ما يتوفى؟ انا من وقت انتهى التصوير نهيت الاتصال معه، لانه قصدي ما حتى وصلك من الكواليس اذا هو شاف الفيلم بعدين ولا لا؟ اكيد سمع فيه. لا جاني تهديدات من العائله. عندي فكره بس انه يعني هن شافوه يمكن، ما اكيد حضروه. هي اسئله كثير، انا اللي ما بيعرف اللي عايش بالفضاء الازرق تبع الفيسبوك حقيقه، اللي ما راح وشاف بعينه ما بيجعوا قلبه، ما بيجعوا قلبه على الاقل. بدي اسالك عن هاي نقطه شاف بعينه، بس في سؤال على اللايف بيقول لك هل كان عندك خطه ب في حال كشف شخصيتك من قبل ابو اسامه؟ وما هي لو كان عندك؟ يعني لو كشفك الزلمه ايش كان بدك تعمل؟ عندنا خطة ب هي موجودة بالعقد بالأساس، من أول ما وقعت العقد مع الشركة الألمانية، إنه أنا موت أنا حاطط الخطة ب لزوجتي هبة خالد اللي هي مساعد مخرج تكفي الإخراج العمل نيابة عني، وفي مجموعة من المواد ومجموعة من القصص هي فينا تعيد روي القصة. أوكي، وبكون أنا ساعتها جزء من الحكاية. يعني محزن هذا الحكي، يعني الحمد يعني منيح ما صار شيء من هذا. يعني اكيد ايه لو انا اخر ال ال ما احسن. انا ما بعرف انت عم تسمعني منيح، لانه انا عندي احيانا عم يروح انت قاعد بالشام، النت عندكم ضعيف. لا النت بالمانيا ضعيف يا سيدي، مو بالشام. مو بس الله يعين العالم، ال الله يعين العالم. نعم كان بدي يعني كان هون بدي اسالك عن موضوع نقطه اللي شاف بعينه اللي قلته. يعني طلال انت بالفيلمين الحقيقه عن الاباء والابناء والعوده الى حمص شهدت اهوال. يعني الفيلمين اذا نحن اللي عم نشوف على الشاشه يعني فعلا بتتوسع عيونك من مدى اللي عم تشوفه، وهي نحن اولاد البلد يعني، فما بالك اللي براتها اساسا. لا انت في كشخص فلسطين، لا انا ما حقول انه بالنهايه كان في حرب، في حرب شغاله بسوريا، في اطراف عم تحارب، تمام حرب ضروس يعني، وعلى كل الجغرافيا. فانا كنت موجود بهي المعمعه بامكنه محدده. الفرق عن غيري انه انا سينمائي ومعي كاميرا وموجود هنيك وعم حاول القط لقطه، اللقطه اللي بتكون بسياق السينمائي وليست بسياق الاعلامي. كيف ف هذا ممكن يتحقق؟ أنا هون سؤالي، كيف ممكن تفصل الشخصي عن السينمائي بهيك حالة؟ إذا أنت مثلا على جبهة أمامية أو عم تشوف عملية قتل بعينك أو عم تشوف قصف أو عم تشوف أي شيء يعني من هذا يعني من هي الأمور اللي فعلا الواحد بيرتجف يعني هو بنصها يعني الحقيقة. كيف بتفصل هون أنت؟ كيف السينمائي بيفصل الشخصي ويقدر يعني يقدر بس يكون السينمائي بهيك موقف؟ بتتعود، بتتعود، لانه اذا ما في هذا الملاذ، الملجأ اللي اسمه سينما، انت بهيك مكان يعني موت مع وخلص يعني. ما في، رح تكون فعلا انت جزء من مشروع لحدا ثاني، انت ما بتكون مستقل. السينما هي اللي بتعطيك استقلالية، لانه هي نبضك، هي الزاوية تبعك، هي انت وين شايف. وبالنهاية شوف هلا قد تصور يوتيوب، تصور مليون 10 مليون يوتيوب عن سوريا. صح هلا بعد كم سنة ما حيبقى غير هالأفلام اللي طلعت اللي بتنقل لك حقيقة شو صار. نحكي على الواقع، ما عم نحكي على الفيكشن. بتبقى هي الأفلام الدوكيومنتري اللي تصورت اللي هي بتقول لك شو صار. وهي هلا ول20 و30 سنة كل فيلم يعني مختلف فيلم عن فيلم ثاني، بس كل فيلم له ناسه، وكل فيلم هو وثيقة تاريخية لهي إذا المرحلة. شلنا أفلام البروباغندا بتضل الأفلام اللي حاولت تكون حقيقية. هلا هي حتى افلام بروباغندا يعني، ممكن اذا التاريخ انصفى او نشحت قضيتها ما تبقى بروباغندا. يعني لو هتلر انتصر بالحرب، اوكي، كل شيء تصور لصالحه ما حيكون اسمه بروباغندا، رح يكون اسمه وثيقة تاريخية. الزمن اللي كان الوالي او الحاكم هو اللي يقرر مين هن اللي ارشفوا التاريخ ومين هن الكتاب اللي كتبوا التاريخ، واي حدا بخالفوا الراي كان ينقص رقبته. هذا الزمن تغير، صار في مساحه حره. عم اقول نحن الرقابه واصله لهون، خانقتنا الرقابه على الماده الفنيه، التدخل بالرؤيه. اخي ما حدا يعني بتقول انه روح اعمل فيلمك انت، يعني ليش بتتدخل بفيلمي انا بوجهه نظري؟ ما انا اللي كنت موجود
انا اللي الشاهد العيان وانا اللي كنت ابن اللحظه، منو انت اللي موجود لتقلي شو الصح وشو الغلط؟ يعني قاعد عم تقرا فيسبوك اصدقائك اللي بيشبهوك وحازف اي شيء بيختلف عنك لتقرر. لا، منقسمين السوريين. نقد للفيلم اول مره بيكتبوا على السينما، على قطر ولا عزم كاره، ما عجبهم الفيلم فيصل القاسم وغيره، شنو حمله هوجاء انه هذا مضلل، هذا الفيلم مدري شو، هذا بيخدم مدري مين الى اخره. صاروا ياخذوه سياسيا. انت راي عم تعمل سينما، انت ما انا ما عم ارشف شو عم يعني الاقليم او ادلب. هو الاختلاف اختلاف بالاساس هو بين انك انت بتقول انه ادلب هي معقل الثوره الاخيره، او هي ادلب هي مكان ضد النظام او ضد الحكومه او ضد الجيش اللي بدك تسميه، بشنه منه غارات. وهو وفيه طبعا ثوار، بس بالفيلم انا اللي قلته انه المنطقه مسيطره عليها النصره. بس تمام. انا ما صورت غير بعيله هدول، غير هي العيله، هذا الاب اللي بالاساس جهادي ويلي هن خطفوا كل هذا الحراك، هن ومعطى كل شيء طلعوا من هذه الموجه، من زهلوش لهدول اللي صاروا فجاه قاده لكبرى المجموعات المسلحه. فهو الخلاف، هذا الخلاف. انا ما بشوف ادلب، انا ما بشوف في الثوره بحد ذاتها باي مكان بالعالم هي الى معقل، وهي دوله بتحارب دولة تانية. هي مجموعة أفكار، يعني هي مجموعة قيم أنت بتحارب منها بشكل سلمي، بشكل سياسي، بشكل اقتصادي. أوكي، زمن الثورات العسكرية انتهى. يعني كمان إيران ثورة، الثورة الإسلامية كمان هي ثورة، اسمها ثورة يعني. وركبوا وقتلوا اعتقلوا الشيوعيين، بعدين اللي ناصروهم بالحراك واستلموا السلطة منهم إلى آخره. الموضوع جدا شائك يعني، وصعب تمام. ينحكي فيه هلا، وما بدنا نحكي فيه لانه بيخلق اسمه، وانا ما بدي اخلق اسمه. انا على الحياد، انا قررت من 2013 اني اكون على الحياد، وليس يعني اني انا مع طرف، انا ممكن ضد الاطراف الثلاثه. اوكي، حقيقه وانا مطلوب بكل مكان بالمناسبه، يعني رغم اني بحياتي يعني ما اذيت نمله. بس اللي بدي اقول لك، يا ممكن يكون عامل كثير قصص وما عم معترف، او ممكن الى اخره، بس انا قناعتي عن نفسي هيك علي. فهو الموضوع جدا شائك بقلب هي الحرب، انك تعمل ماده ما العالم يسيء قراءتها. فهمت كيف؟ العالم ما تسيء قراءه العمل تبعك او توجهه. يعني انت عم تصور عن اب دكتاتوري، اوكي، بده يعمل من هدول اللي بيأمنوا بلافه. شو دخل ادلب ومحافظة ادلب بالقصة؟ ما اوكي، هن المسيطرين، هي كل هن المسيطرين على المنطقة، هن المسيطرين على الجغرافيا. في حقيقة كروة بغدادي وين انقتل؟ من كم شهر وين انقتل البغدادي؟ مو بنص ادلب، مدينة ادلب البغدادي. شو عم يعمل بغدادي مدينة ادلب؟ عشرات يعني الاف يعني طلال، بس مشان ما نفوت نحن بالكثير بالامور السياسيه، انا يعني بدي اسالك انت اليوم، يعني يعني ونحن بنتذكر لما كنا بمهرجان الجونه وشفت انا قدامي، يعني شفت بعيني شو صار. انت اليوم من خصوص يعني بعد عن الاباء والابناء والعوده الى حمص، بعد هدول الفيلمين، لا يعني لا الموالاه تقبلوك، ولا المعارضة يعني خليني أقول كتير سخنة بجوز تقبلوك، والاثنين هاجموك والاثنين سبوا إذا بدك. يعني هل هي ضريبة استقلالية؟ هل هي ضريبة أنه أنت تفوت بموضوع جدلي وتقول فيه؟ يعني ضريبة الموضوع الاثنين علي، ضريبة الاستقلالية وضريبة الموضوع الجدلي. الموضوع تمام. الجدلي ما بيتقبل انك تكون بالنص. اوكي، تمام. العودة إلى حمص
الساروت أنا أول ما شفته كان لسه محلي، يعني يطلع كم مظاهرة بالبياضة. أنا لمست، أنا كنت عم موجود بكتير أماكن، فأنا لمست فوراً. حدسي قال لي إنه هاي شخصية واعدة، حدسي كسينمائي وبحثي إنه هاي شخصية واعدة ولازم تعمل عنه فيلم. فرحت وطلع فيلم. أول مين هاجموا هن المعارضين حقيقة، المجموعات الثانية تعاملوا معه إنه هذا فيلم للطرف من الطرف الثاني، ما بهمون إلى آخره، منتهي الموضوع، ما بيتناقشوا، ما في مجال يتناقشوا. المعارضة السورية تعاملت معه بقسوة، صاروا يقولوا إنه مين هي الأمية، مين هذا الزلمة اللي مدري شو، ليش لتصور شخص حامل سلاح، ليش لتقول إنه الثورة مسلحة، ما هي مسلحة من 2011 حقيقة. بنفس بالمقابل طلال، بالمقابل الطرف بالمقابل إن قال عنك إنه أنت، يعني أنا ما كتير الحقيقة حابب نخوض بال، يعني مشان نحكي عن السينما أكثر كسينما، ولكن يعني خلينا هيك نسكر المواضيع بوضوح مشان ما دائما هذا الجدل يطرح. الآن عنك من الطرف الآخر أنه أنت واضح أنك كنت معجب بالساروت وقدمته كبطل شعبي بأول، يعني مو معقول أنت، يعني لقلك نقال أنه طلال قدم لنا على مدى 80% وجوز أكثر من 80% أنه هذا الشخص بطل، وآخر شيء حطلنا لقطة صغيرة اللي هي تشبه على فكرة اللقطة الأخيرة عن الآباء والأبناء، اللي هو البطل اللي قاعد ببيكاب سيارة ورايح على المجهول ما عم يعرف بقى لقدام، وبالنهاية بالفيلمين تقريبا نفس الشيء. قال انه يعني طلال انه والله قال جاب الوش الآخر للعملة بلقطة صغيرة آخر شيء، طب هي مو مثل هي، فإذا أنت ما كنت حياد. أنا بحب هذا اللي قالوه، هذا اللي عم ينقال. ذيك الفترة أنا طلعت بيان وقلت إنه علاقتي فيه صديق، بس أنا بحبه للساروت، بعيداً عن التيار تبعه، بعيداً عن الخط اللي هو ماشي فيه، بعيداً عن أصدقائه والمحيط والحرب اللي هو فايت فيها، هو كشخص أنا كتير بحبه، وأنا بعرف إنه معجزة خلته عايش. اللي شفته بالعودة إلى حرص هو 10% من مغامراته ومن نضال، من لنقول من كفاحه اللي هو بحب كلمة كفاحه. روي هاي التفاصيل، البطل الشعبي اللي بيطلع من لا شيء وبيحسن ياخذ العالم يمشي وراه، هذا الشيء ما موجود عندنا حقيقة. وهذا جزء انا بالنسبة لي هو شخصية كاريزماتية خفيفة متحرك، تتحرك بحرية، وشها على الكاميرا حلو، كتير صفات. أنا هلأ إذا بحكي ما بتخلص، هي سنويته كانت من تقريبا من فترة أسبوع أكثر هيك. يعني بدي أسألك هون هلأ يعني عن هاي النقطة، يعني أنا مرة كتبت عنك مصطلح هيك وصف سميتك سينمائي الخطر، لأنك فعلا يعني أنجزت السينما بأماكن خطيرة الحقيقة وصعبة للغاية وضمن مناخ صعب وخطر على الحياة، يعني بالمعنى الحرفي للكلمة. سؤالي شقين، أنت بتميل لهذا النوع من المواضيع حتى لو في كوست اللي هو في مخاطرة أو صعوبة من هالنوع؟ واثنين، السؤال الأكثر من هذا اللي ممكن يسأله المتابع العادي، هل يستحق فيلم سينما أني خاطر بحياتي لأعمله؟ والله هو قرار المخرج يعني أكيد، بس المتابع العادي بيقول لك يعني لهالدرجة، يعني هو فيلم بالأخير يعني زلمة راح ضحى، كان ممكن يعني يروح فيها بأي لحظة لا سمح الله لو صاير أي شيء، بيستحق فيلم سينما إنه الخاطر بحياتي لكمله؟ وأنت كيف يعني ليش بتغريك هي السؤال؟ ما فيني جواب عليه. أنا بالأساس لو بعرف حجم الشيء اللي رح أتعرض له ما كنت فتت بالمشروع مثلا. على طول في عندي كمان بوصلة داخلية عليم، كتيرين عندهم ياها أو بحسوا فيها بلحظات. أنا ما حموت اليوم 2020 ما حموت، بحس على حالي. أنا أساساً
قضيت فترة طويلة قاعد اتفرج على فيديوهات اللي صورتها لناس وبعد فترة ماتوا. بقعد بتفرج عليها، بثبت الكاميرا، بفوت زوم وبقعد بتطلع بسمع الحكي، بقعد بتذكر. يعني صدقا صدقا، ها، قبل الساروت ما يقتل بأسبوع، نزل فيديو له على الجبهة، كان هو عم يحكي بحما وكذا، نزل على الفيسبوك عم شوفه. فأنا معرفتي فيه، وأنا كمان عم حاول أفهم روحه وأفهم الطاقة وأفهم شغلات تانية لها علاقة بالحياة والموت واللحظة. لما شفته بهذا الفيديو كانت هبة جنبي، قلت له مو هذا اللي صاروت، الكاريزما ما موجودة، الهالة المحيطة في الطاقة خفت، هذا شخص مشتت، وين الثقة بهداك؟ وين القوية؟ وين الابتسامة؟ وين المدري شو؟ قلت له أنا خايف عليه، أنا عن جد خايف عليه، هذا لازم يعني شكله راح يروح عن الموت بس حلوة التجارب، بس ما كانت مرضية ولا كافية ماديا. أنا كمشروع سينما، كحدا طامح يعمل شيء، ما كانت بالنسبة إلي هي كافية. فلما ومرضت فترة بعد فيلم القصير، يعني واكتئبت بدي احكي عن هاي الفترة طلال بالتفصيل. اعمل فيلم، وكان المنتج وقتها عروني ربيع، يعني لو ما عروني ربيع يعني هو منتج كبير، هلا هو مدير مهرجان ادفع، يعني رجل مخ عبقري، يعني منه فهم، يعني لقيت حدا فجأة فهم تماما شو عم اشتغل، وخذي يعني وجهني انه كيف ممكن لحديت نحسن نفوت السوق، ويحسن يكون هذا فيلم انترناشونال، فيلم سيما ساعة ونص، منه من هاي الافلام يعني اللي هي تلفزيونية او افلام اعلامية او الى اخره، يكون يحظى بقدرة على انه يوصل على لأهم الناس بالمهنة ويحصل جوائز ويبقى للتاريخ. فهذا اللي صار حقيقة، وأنجزنا هذا الفيلم، وتعلمت، أنا تعلمت من الألمان اللي درسته باليونان مع الألمان خلال شغلي معهم آخر 7 سنين. فهذا الشيء هو يعني عم نتعلم نحن على فكرة، بتم تتعلم بهي المهنة لوقت ما تطلع تقاعد. كل فيلم هو دروس جديدة وتجربة جديدة، وأنت بتوقف فيه قدام خيارات بلحظة بدك تاخذها، أنا بدي أعمل هيك ولا بدي أعمل هيك. طب أنا من هون يعني خلينا بقى نطلع على مواضيع السينما أكثر بقى، يعني خضنا بال يعني بدي فوت معك بمواضيع السينما على سيرة الدراسة. يعني في معلومة كمان أنا بعرفها عنك هيك حلوة، أنت تخرجت من، أنت من مواليد، خليني أعرف الناس هيك أكثر، أنت من مواليد دمشق 77، لأنه تعبت أنا بهذا البحث عنك لما اشتغلت شغلات عنك فبدي أقوله. من مواليد دمشق 77. لا بدي أقول للناس، بدي أقول للناس شغلات يمكن يعني بجوز ما يعني ما كل بيعرفها. أنت خريج معهد ستافراكوس العالي لفنون السينما والتلفزيون عام 2003 في أثينا، وبفيلم روائي بعنوان مرحبا دمشق وداعا دمشق، اللي هو هذا الفيلم اللي لهلا لا حدا لقاه ولا لقيته، انا قديش دورت عليه ما شفته وماني شايفه. وانت عندك معلومه حلوه انه انت وقت تخرجت كنت الاول على دفعتك كاول اجنبي بيكون الاول على المعهد من وقت تاسيسه من حوالي نصف قرن. يعني كنت شطور بالمعهد يعني طلال، مو دائما هروب من حصص الوثائقي. شايف بس ما قدروا السوريين. رجعت اشتغلت فيلم قصير روائي بعنوان رتل كامل من الأشجار، وهذا الفيلم أنا بتذكر لما طلع اللي هو رغم أنه كان تقريبا 9 دقائق عام 2005، ولكن وقتا حكى بهديك الفترة طلال أنه هدول الجيل من الشباب قادرين يعملوا ما سماه الله يرحمه بشار إبراهيم موجة جديدة في السينما السورية.
ووقتها حتى صار بالشام تظاهرة اسمها تظاهرة الوردة للسينما المستقلة، وطلع وقتها حراك تاني اللي هو الدوكس بوكس اللي عمله عروني ربيعي و قبل الدوكس بوكس يعني ما كنت تشوف هاي النوعية من الأفلام، يعني كنا أنانيين إن نروح على الكلاسيكيات السينما والكبار ونتابع المخرجين الكبار كل جديد، لأنه كمان أعداد هائلة من المخرجين يعني اللي ما بتلحق تشبع أفلام تشوف غير الأفلام طيب التجارية. وكانت المسلسلات وقتها عم تطلع مسلسلات أمريكية عم يكون في كواليتي حلو كمان، بس الدوكس بوكس إنك تشوف فيلم وثائقي، يعني فيلم تسجيلي فيه نفس روائي فيه نفس كتير علاقة المخرج مع المادة تبعه، ما هو معلومات هو تجارب. يعني ما انت طلعنا تمام من ان الفيلم الوثائقي لازم يكون هو مجموعة من الانفورميشنز اللي انت طول المدري شو الكذا الى اخره، لا هو تجارب بشر بأمكنة محددة وقصص محددة بتخلق السينما، بتخلق الحتوتة، هي الحتوتة المغايرة للي انت بتشوفها بالروائي. الدراما فيها مختلف. كنا عم نحكي، كنت عم اقول لك انه في مثل ما في على سيره موضوع الرقابه، مثل ما في رقابه حكوميه تتهم بالشراسه، في رقابه الطرف الاخر اللي هي يبدو كمان شرسه مثل ما انت وصفتها من شوي وما عم تقصر. يعني هذا كيف يعني الرقابة بسوريا، وزارة الإعلام عندها تابويات هي كاملة، هي سياسية دينية جنسية، يعني محافظين جدا. يعني أنا بشبهها بكمبيوتر صخر، الدنيا صارت عم تستخدم الماكنتوش، ونحن بسوريا لسه يعني نهار الاتحاد السوفيتي يا حبيباتي كان لازم بوقتها ينخلق نظام جديد، تعامل جديد مع القيم، فهمت كيف؟ مع شو الصح وشو الغلط وشو شو المسموح وشو مو مسموح، يتركوا العالم تتنفس اكثر، ولا ما كنا وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا له حقيقه. لو تاركين العالم يتنفس، لو شافوا اللي صار بالاتحاد السوفيتي واللي صار بالعراق وتركوا العالم تتنفس، ما كنا وصلنا لهذا الشيء. هو الرقابه جزء منه على فكره، ها الرقابه هي اللي كاتمه على العالم خانقتها. الرقابة الاجتماعية كمان أخطر حقيقة، نحن عم نحكي عن مجتمعات تبع إنه جريمة الشرف اسمها شرف، يعني مسمينا شرف، مسمين إنه هي جريمة طبعا لأنه في قتل، بس مسمينا حاملين صيغة شرف، هي جريمة قذرة. أوكي، التعامل علاقة الأقليات يعني نحن كنا خانقين بعض، نحن كل واحد هو رقيب نفسه. هذا لما فجأة قلب ضد النظام، لا تفكر انه فجأة طلع من البعث اللي جواته، الرقيب اللي جواته، وصار ديمقراطي وصار منفتح، لا ابدا، هو لساته حامل السكين جواته وبده يشطب اعدائه، يعني ما تغير. فهاي المشكلة يعني انا هلا عم شوف كان في حملة موقعين عليها سينمائيين سوريين لمنع فيلم جود سعيد اللي هو درب السماء، وفيلم ليس حجه اللي هو الحبل السري الحبل السري. كتابة رامي كوسا. أنا شفت الفيلمين وعم أصفن إنه ليش منعوا الحبل السري، شو مشكلتهم معه هذا الفيلم؟ ليش مو منعوا؟ طبعا ما فينا يمنعوا حدا، هن بس يعني تم المطالبة ب إنه بيعلوا صوتهم وبيقولوا إنه لأن كذا، مثل ما أنا حاربوا فيلمي، كتب أحد الممثلين المحسوبين على المعارضة إنه عليك أيها السينمائي، يعني حاكينا كسينمائيين كأنه أطفال بمدرسة البعث تبعه، هو صار لأنه مدير الثورة، عليك أيها السينمائي إن عملت فيلم عن دودة القصد أن تذكر النظام السوري، إن عملت فيلم عن اسطبلات مدري شو اسطنبول أن تذكر النظام السوري لأنه هو كذا 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 كذا، فات في بروتوكول ودستور. والغريب من نوعه إنه السينمائيين السوريين بصموا له نفسهم هدول، يعني ورضيانين بهذا الشيء. يعني في ناس يبدو بتحب تكون هي راسه تحت الرقيب. فأنا عم أصلاً في الأفلام إنه شو المشكلة؟ فيلم درب السماء تبع جود حقيقة يمكن أنا ما شايف غيره من أفلامه حقيقة اللي بعد 2011.
الشخصية الأساسية ضد العرض، ضد السلاح اللي بيمثلها أيمن زيدان. أوكي؟ نعم صح. وما بعرف إذا شفته أنت، بس أنا فعليا ما لقيت، بس يبدو المنع هو لشخص جود وليس للفيلم بحد ذاته. عائد لشخص المخرج مو للفيلم. وليس لأنه ليس من الناس اللي يعني، رغم أنه ليس ما له علاقة، ما له أي موقف سياسي، بس يبدو المنع صار لأنه هو موجود بالدار وانفصال وتكتلات تشبه التكتلات العسكرية. فللأسف الرقيب موجود جوا كل شخص فينا، وكل واحد عم يحاكم الثاني. وانت اذا ما كنت تحت مؤسسة بدك تكون مستقل او بدك تعمل وجهة نظرك، رح تتفاجأ انه في ناس تنكوش عليك قصص غريبة من النوع. طيب أنا هون بدي أرجع بقى ل يعني كونه الكلام بيجر بعضه. بعد ما عملت، أنت قلت كنا عم نحكي بعد ما عملت الرتل الكامل من الأشجار اللي هو كان إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وكان في حكينا عن عدد من الأسماء اللي كان فعلا في شيء مبشر وكانت كلمة ممكن كتير تنقال. صار مجموعة من الأحداث، يعني أنت الفيلم مثل اللي اختفى فجأة بعد ما تساوى، ما بتعرف ليش وما بتعرف كيف. نضال حسن بصير معه مشكلة ما بعرف شو بصير. الفوز طنجور بجيب جائزة من قرطاج وإذ يختفي كمان بعدها تماما وما بقى بتسمع عنه. يعني صار إنه في عدد من الأسماء اللي كانت العالم، حتى سوار زركلي، أنا هلا عم بحكي بصراحة، يعني حتى سوار زركلي اللي عمل فيلم فعلا وقتها كان يمكن أكثر فيلم انحكى فيه اللي هو خبرني يا طير، وإلى هذه اللحظة سوار بدون فيلم طويل. أنا ما بعرف السبب، ما عم أقول من عندي شيء، بس أنا عم أقول إنه وقتها بسألك عن حالتك أنت وقتها لما أنتوا تتعاملوا مع منظومة الفساد اللي موجودة بكل دوائر الدولة، موجودة بالسينما. حولوا السينما إلى موظف، إنه هي المؤسسة اللي هي احتكرت الإنتاج بمرحلة ما من احتكار عروض الأفلام من السبعينات، مدري من إمتى، من الستينات وما تبعه. هذا الشيء دجنوا للفنان، صار موظف، بعدين دخل بهذا الروتين الانتظار إلى آخره. حقيقة هو بس بسوريا المخرج بيروح على جهة ما بتنتج له فيلمه من الألف إلى الياء، لكن شو اللي لازم يصير؟ هذا شيء جدا خطير للصناعة حقيقة. أنت كمخرج مفروض، أنا كمخرج هلأ أوسكار نومينيتد وعندي ايجنسي رقم واحد بالعالم، أوكي، شيك من هذا التفصيل، أنا عم لم مصاري بالألف والألفين من هون ومن هنيك. مشان هيك بتلاقي بالشارة في 500 لوجو، مو لوجو تمام. واحد، لأنه منتعذب لنلم مصارينا، بتتعذب من لتقنع هاد كل واحد، تقعد تجهز له وراه وبتقعد تحكي له، وكيف هلأ عم نحكي أنا وياك تحكي له عن مشروع فيلمك، هيك وهيك يعني القصص. هاد بيقوي علاقتك بالمشروع. الزمن اللي يصير بتصير علاقتك مشروع مو انه كتب وتسلم وعم تستنى تقرا لجنه حسب واسطتك بقلب هي اللجنه ليتقرر انت شو تعمل فيلمك ولا لا. فبالاساس النظام اللي بنوا عليه صناعه الفيلم، ما بعرف مين العبقري اللي اخترعه، او بجوز بهداك الوقت كان دارج بس ما حسنوا يطوروه. انا كان في رغبه انه المؤسسه بوقت من الاوقات، انا يعني اجتمعت المدير وكان عم يحكي انه بدهم يعملوا بس تكون خدمات انتاجيه، وهذا الشيء كثير مهم يعني انه بيوفروا، وكمان بيطوروا جانب ثاني يعني في نوع هالمصاري هي خدمات انتاجيه، يعني انه مثلا المعدات مع الفنيين. هلا انا اذا انا كفيلم طويل فيكشن، اذا بتجي مؤسسه ما سواء هي تابعه لوزاره الثقافه بالمانيا او لنقول او مستقله، بتقول لي انا بعطيك معدات مع الفنيين كل بما فيهم الدي او بي، انت عليك الباقي، انت امن الباقي اللي هو اجورك وممثلين واجور مواقع التصوير وكل القصص الكاش. اوكي، بنبسط يعني حقيقه، هذا الشيء بسهل لي اني اجيب الباقي. تمام، فهمت كيف؟ آلية النص اللي يعني انت بتقدم بس سكريبت،
يعني انت اللي عم تحكيه طلال هذا يقتضي نسف القانون استئذان الداخلي للمؤسسه كلها، هذا ينسف القانون الداخلي تماما. ما بيزبط. انت كفيلم انتجته وزاره ثقافه بس لدوله واحده، سواء كان مرضي عليها او مغضوب عليها. انا ما عم احكي عن بعد 2011، عشان عم احكي قبل. يعني شو تمام. مين الموزع تبع افلام المؤسسه؟ مين هن المهرجانات؟ كم مهرجانات بيروحوا لهنيك؟ يعني بيندعوا عليهم هن مهرجانات حكوميه بتشبه مهرجان دمشق السينمائي. يعني قصدك هن مو عاملين نتوركينج، مو عاملين تشبيك، مو عاملين هي الناحية تماما مهمينها. السيستم لصناعة الفيلم غير صالح بالوقت الحالي وغير ومرفوض. انت لما بتاخذ منحة من سندانس، اوكي، فهذا يعني انه اللجنة الاستشارية اللي هن من كبارية السينما بسندانس قروا المشروع واختاروه من بين 100 مشروع ليدعموه ماليا، ولو المبلغ 20,000 دولار، ولا اللي هو على اختلاف شو هو المبلغ. كنت عامل لك قبل شوي هي هون هنيك. هذا الشيء لما انت تبعته لمهرجان في حال انت مخرج مو معروف، اوكي، او ما بيعرفوا قبل هالمره، بس لما بيشوفوا مين على مين مارق هذا الفيلم وبيشوفوا الكواليتي بيلاقوه جيد وبيعرفوا انه هذا الفيلم سكيور في هدول الجهات وراه، فبياخذوه بيعرضوه عنده. بينما اذا هو انتاج جهه وحيده بمنطقة بالعالم الثالث مشهورة بالفساد والمحسوبيات والى اخره، بيبقى في اسئلة يعني. فبيروحوا للافلام اللي كان العرض كثير كبير، كل سنة في تطلع فوق المليون فيلم. يعني ما عم تحكي انت، الزمن تغير، صار في كاميرات صغيرة، صار في ديجيتال، ما عاد طب الزمن. شو لازم يصير طلال؟ يعني انت هلا اليوم اذا هذا راح يسمعوه بظن مسؤولين بالمؤسسه العامه للسينما، شو لازم يصير؟ شو بيقولوا لك؟ طب شو نعمل هلا نحن؟ شو نعمل؟ نحن بالمؤسسة العامة محاربين سياسيا. انا هلا عم بحكي لك عنهم، نحن محاربين سياسيا، محاصرين سياسيا، مو قادرين أنا ما نحقق بتهني اللي انت عم المؤسسة تقوله. يا علي، أنا ما بتهني المؤسسة، لأنه بالأساس الموظفين الإنتاج منهم سينمائيين، كل الموظفين منهم سينمائيين، هن ناس عاديين قدموا عليها ووظفوهم، كان ممكن يوظفوهم بوزارة الري. في عندك طب سينمائيين عظيم، شو يعملوا هلا؟ سينمائيين هلا هن اذا قالوا لك اعطينا حل، شو نعمل؟ شو نقول لهم؟ أنا بالنسبة للسينمائيين السوريين اللي موجودين بالداخل يتجهوا لمنتجين عرب اي بمصر تماما، يعني اي وبتونس اوكي. وبالمغرب وبالسعودية، ماشي؟ ووين بدك كمان؟ في منتجين كتير بكل هذا موجودين وداخلين بالسوق العالمية ولهم علاقات ولهم كذا، قدموا مشاريعهم لهم، ما يأسوا، قدموا مشروع شو بيحصلوا منهم، شو ممكن كذا. يعني معلش، انا بالبدايه ممكن في ناس بتشتغل فيلم ميزانيات قليله ليصير لها اسم، ليصير فيها اسم، في لحديث ما انه لا يصير يعتمد على حاله ويصير يطلع من يكون مستقل ويحسن يمول لحاله. فيتجهوا يحاولوا يتواصلوا ويلاقوا. يعني انا ما بقصر. انا بالنسبه لي شخصيا امبارح صديق لي تونسي، يعني انا بثق فيه وعنده مشروع كثير كثير مهم، عرفت على منتجين مصريين وفي منتج منهم تحمس هلا رح يدخل بانتاج مشروع له. يعني حلو. وهيك يعني بمعنى يعني انت اللي عم تقوله حركه انه اليوم جلب الانتاج ما عاد موضوع محلي، ممكن يعني ممكن يلتقى سينمائي سوري شاب مستقل حابب يعمل فيلم يوصل لمكان مهم، انه يقدر ولو بضمن ظروف البلد اللي نحن فيها قادر انه هو يشبك مع منتجين عرب، قادر يبعث لهم، قادر يعمل بروبوزال معين، قادر يساوي هي الخطوات. يعني ما انا صعبة، ما انا مسكرة. لا ابدا، ما انا مسكره، ليش لتكون مسكره؟ كيف يعني؟ يعني انا سواء كنت موجود باي مكان عم انتج فيلم بالطريقه، بزمان الكورونا خلت كل الدنيا تصير اونلاين، كل الدنيا، كل العالم نقلت او عم تشتغل ببيوتها بغرفها. ما انه موضوع يعني انك تتواصل مع حدا موجود بمكان تاني، حتى لو ما فيك تسافر، بس فينك تصور، فينك تحمله، فينك تتناقش، تبنوا افكار سوا، تطوروا القصه سوا.
وجود كيف بدي اوصل لهذا المنتج؟ هدول العمل المنتجين كيف بدهم يوصلوا لانطلاق؟ منه عمل فردي علي، العمل السينمائي هو عمل جماعي. اذا انا هلا شاب قاعد بالشام او باي او باي بلد، كيف بقدر اوصل لهدول المنتجين اللي انت عم تقول عنهم؟ يعني في 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 عندك مراحل بدك تعملها، في عندك مهرجانات كلهم موجودين على السوشيال ميديا. المنتج صدقني منتج، انا منتج كمان، فهمت كيف؟ انا ما باخذ بس مشاريع رفقاتي، بالعكس انا بطلت اخذ مشاريع المقربين لانه فيها وجع راس حقيقه، وصار معي كذا، ضيعت وقت كثير وخسرت كثير مصاري بسبب هي القصه. طيب يعني اللي قلته الحقيقة فعلا أنا بهمني كان أسألك عنه، لأنه في عدد من شباب السينما الحقيقة اللي نحن بنعرفهم وأنت بتعرف عدد كبير منهم بظن، يعني عندهم إحساس أنه كيف ممكن أوصل، شو أعمل، يا ترى معقول يعبروني، يعني معقول مثلا يهتموا إذا أنا كان عندي شيء عم حاول ساويه، هل هذا ممكن قابل للتحقق؟ وإذا قابل فهو كيف؟ فأنا كان بهمني كثير إنه حدا مثلك واصل لهي الأماكن وعنده هي الخبرة إنه يخبرهم هذا الكلام، إنه لا شيء مستحيل ولا شيء يعني، وما فيني أنا أربط يعني، وبقدر أنا ما أربط مصيري بمصير ناس ممكن تكون ما بتشبهني في حال أنا كنت مضطر، يعني ممكن مو معنى مستحيلة. تعرف كم فيلم فانس في اونلاين موجودين، يعني ما في داعي تروح لهم. موجود المنصات اللي بتمول الافلام، في منها عربيه طبعا، في الدوحه، في افاق، في الجونه، في مجموعه كبيره بتدعم بالنسبه للتصوير بسوريا. يعني ممكن تحصل منحتين عربيات لتعمل فيلمك الاول وتعمله بالشروط اللي انت تكون رضيان عليها. بدك ما تيأس، عن جد بدك ما تيأس، كثير كثير المشوار صعب وكثير قاسي والحياه غاليه، فهمت كيف؟ والحياه العاديه بس بدك تحط براسك انه هذا الفيلم بدك تعمله وبدك تجهز له وبدك تسمع رأي ناس. أخي أنا ما بدي إياك أنا كمنتج، أنا بس بدي إياك تنصحني، أنا هذا المشروع أنا ببعث لك إياه لعلي. علي أنت لا تجيب، لا تلاقي لي منتج ولا تقول لي شو أعمل، بس انصحني شو رأيك فيه، شو النقاط، وين اطلع من الإيجو تبعك، أوكي؟ اسمع العالم، لأنه بالنهاية باللحظة اللي بتخلص مونتاج أنت الفيلم ما عاد صفى لك، الفيلم للناس. فهمت إيه علي؟ طبعًا. الفيلم بدك تعمل فيلم لإلك، مزاجك، بقياساتك، بعوالمك الداخلية ما بيفهمها حدا غيرك. لا تقدم على منح، فيك تعمله من جيبتك الشخصية وانت ما حدا تسمع على حدا وكذا، وقد ما ممكن يطلع فيلم كثير عظيم منه، بس ما هيك بينشغل، مو هيك آلية العمل. تسمع للعالم، للناس اللي عن جد، وحسيت واحد انه سمعت لحدا حسيته احبطك، روح لواحد ثاني، ما تحبط، لا طيب. اذا انت مآمن ما تحبط يعني، بس هي تراكم يعني، انت بدك مجموعه من القصص تحاول تبنيها، انت ككاتب علي مجموعه من القصص تحاول تبنيها، بنحكي على البدايات لحديت ما تطلع الروايه الصح اللي فيها حبكه صح، في هذا الكتل الموزع اللي فيها الشخصية وكفاحة وإلى آخره، اللي فيها السسبنس اللازم. ف منه الموضوع كتير سهل، منه موضوع مستحيل، ولا تخلي الوقت عامل الوقت، لا تخلي الوقت قاتل. أنا قعدت من فيلم ما بين ربط الكامل من الأشجار لوقت ما اشتغلت، قعدت بكآبة، قعدت بس شوف على غيري عم يشتغل وأنا عاجز إني أعمل شيء. ليش؟ لأني ربطت مصيري كسينمائي بالمؤسسة العامة للسينما اللي هي مؤسسة إلى محسوبياتها وإلى ناسها وموظفينها. وهذا كان خطأ يعني بالنسبة لواحد دارس باليونان وطالع لبرا، بس الوقت كان ضروري لأتأمل، لأصفن، لحتى أعرف كون جاهز لما تجي. أنا هيك أنا كنت عم بقول، أنا طلال ديركي بدي أجهز حالي من هون لتجي الفرصة المناسبة، لما تجي بدي أشتغلها صح. بتحكي دا كتير أنت عن أبدية اللحظة، بتحكي عن سرمدية اللقطة وسرمدية اللحظة،
وبتحكي عن انجيلوبولوس كتير، وبتحكي عن تاركوفسكي كتير. يعني كيف بالوثائقي اذا انت بلحظه ساخنه او انت تتطلب سرعه بديهه منك بالتقاط اللقطه، كيف بتقدر تحقق انه انا اعمل لحظه هيك التقط لحظه هيك بحس حسيتها انها ابديه، وانا يعني معجوق وما بعرف شو عم يصير وبدي لحق اخذ، كيف بيتحقق هذا بالوثائقي؟ هي لحظة لحظة لحظة، هي ثانية بدك تقرر انك تكبس على الزر على الرن تبع الكاميرا وتصور وتاخذ فوكس وتلحق قد ما فيك بالريل تايم تبع اللحظة، انك تخلق مشهد بلقطات بزوايا وتنقل تاخذ الحجم المطلوب والزاوية المطلوبة ليتجسد بصريا. هذا موضوع انا من حتى بالمونتاج يعني بيحكوا عني المونتيرية انه واضح شو بدي، يعني ما بتمضايع، ما بجرب شغله بعدين بقول لا كذا، بعرف انه بدي اعمل هيك وبدي اعمل هيك. طبعا بالنهايه لما تشتغل مع مونتير محترف غير لما تشتغل مع مونتير منفذ. يعني احنا بسوريا ما عندنا مونتير محترف حقيقه، المونتير محترف بتقعد تحكي معه عن المشهد شو بدك منه وكيف ممكن يكون وشو متخيله، بتركه هو يمنتج، ما بتقول له ايه قص هون، ايه فريمين لقدام فريمين لورا. هذا الحكي ما هيك بتصير المهنه، عم نحكي كسينما تسجيليه ما تحترم حالها، ما هيك. انت بدك تمنتج، وانا مع على فكره انا مع خيار انه المونتير يكون من لغه تانية، يعني ما يكون من البلد، ما يكون يعني ابن كيف تعامل المونتير الألماني مع مواضيع سورية بحتة مثل اللي أنت هذا طرحته؟ كثير مهم. هذا الشيء ريحنا يعني بالعودة، لما بلشت هي أول تجربة مع مونتيرة ألمانية، وإلها تجربة كثير كبيرة، يعني أنا قدامها غر وعد كنت أنا فاهمين. ففي شغلات أنا بالنسبة إلي بديهية وواضحة، نقعد على المونتاج تقول لي انا ما فهمت المشهد شو هذا، تقول لي هذا هيك لما قال هيك هو قصده هيك كذا، قالت لي نحن ما بنفهم هيك، نحن ما بنقول هيك. فهذا الشيء كثير ساعد انه انت تطلع من المحليه، انك فعلا تلاقي اللغه اللي هي اللي كل العالم. انه ليش كنا عم لك انه لازم نعمل سينما لكل السوريين؟ نفس الشيء الفيلم لازم يكون يوصل للكل، معلومة لازم توصل لأي حدا، للي ما بيعرف أي شيء عن سوريا موجود باليابان أو موجود بماليزيا يشوف الفيلم يصله، مثل اللي موجود بأمريكا. في ناس حضروا العودة ما وحتى آباء وأبناء ما بيعرفوا عن، يعني في ناس حتى مو سمعانين بسوريا، بتصدق؟ يعني أنت بتستغرب إنه معقول في ناس مو سمعانين؟ إيه في ناس مو سمعانين بسوريا. كتير مهم لما بيكون معك مخرج بغير لغة انكم تبنوا حقيقة لحظة السينما البيور اللي هي الجلوبالي اللي قادرة توصل من دون كتير شروحات. يمكن طلال هذا الجوهر الحقيقي لمشروعك اللي انت بتسميه الحروب السورية او سيريان وورز، اللي هو منجز منه جزئين اللي هن العودة الى حمص وعن الاباء والابناء. هذا المشروع مستمر ولو ما كشفت لنا انت يعني تفاصيل، بس مستمر هذا المشروع وشو افاقه؟ مستمر وسينما شعرية وعم اشتغل عليه، ويعني ومثل ما قلت لك انا كتاب مسكر حقيقة. حتى بالمستقبل يعني اللي باخذ منهم دعم او جهات الدعم ممكن اعلن عن اسم المشروع واسمي، بس ما ممكن، ممنوع تحط اي معلومات، مو لشيء، ما عم اعمل قنبله نوويه، بس انا هيك بحب. هذا جزء من التسويق، جزء من السسبنس، جزء من آيات شغلي حتى نفذ العمل، لانه كمان في ناس ما بيحبوك لو شو ما اشتغلت، لكن في ناس ما بتحبك لو اشتغلت عن ابوها بدها تحاربك، لو اشتغلت فيلم عنها نفسها بدها تحاربك، فهمت كيف؟ فانه انا ما بدي فوت بهالمهاترات وهي الحروب، لانه انا مشروعي اعمل افلام، اوكي؟
في ناس عم بتحارب ما بعرف شو مشكلتها، أو يعني ما حقول غيرة أو ما مشكلتها، أو مشكلتها توجه سياسي أو مدري شو، أو بس تستفز أفلامي بغض النظر، بغض النظر يعني هو بالنهاية الفيلم اللي ما بيستفز حدا فهو حقيقة فيلم كوليك. والله بعدنا عن الكوليك، تعبنا منها. الكوليك الكذابة يعني طبعا. فهذا اللي بدي اقول لك اياه، انا بدي اشتغل فيلمي بحريه من دون وجع راس، من دون مهاترات، من دون الحروب اللي هي ما لها علاقه بالسينما ولا بجوهر السينما ولا بتفيد بشيء. فلهالسبب انا بشتغل بسريه. حلو. طبعا سمي لي على السريع مين الالهموك بالسينما، يعني قبل ما اختم، مين الالهموك بالسينما؟ سمي لي. لارز مونترير، أنجيلوبولوس، ترانس ماليك، ولا واحد منهم الوثائقي؟ ولا وثائقي في جوشوا أوبنهايمر هو صديقي ويعني مخرج كبير، في كتيرين، بس يعني أنا أساساً أنا لما بكتب وثائقي، وهذا بيستغربوا مني، الريفرنس تبعي هو فيكشن. هو فيكشن. بعرف هذا، عندي فكرة. يعني انه مو بالمعنى الكامل، انا قصدي للفيلم بيكون هو ملهم، هو جانب منه مكان ما بهذا الفيلم عم يعطيني انسبيريشن، عم يعطيني وحي، اوكي، لاني اعمل هذا الفيلم، لاني لاقي اللغه البصريه والنصيه الملائمه لابني عليه. اخر سؤال طلال، بحاول انا علي بحاول كل فيلم ما اعيد التجربه مره ثانيه. اللغه الموجوده بالفيلم الاول الطويل غير الفيلم الثاني، وهلا الفيلم الثالث تماما لغه مختلفه وموضوع مختلف بعيدا عن الحرب تماما يعني. فرغم انه هو عن الحرب، يعني هو ضمن الثلاثيه الحروب السوريه، فاللي بدي اقول لك اياه انه هذا اللي بتغويني التجربه الجديده، حتى نوع من كسر الروتين، يعني نوع من كسر الملل والتكرار. وهذا ليش نحن ليش عم نشتغل افلام؟ لانه نحن ما بدنا حياه رتيبه. ليش بنحب السينما؟ لانه السينما عكس الرتابه، عكس النمطيه، هي المفاجات، هي يعني ابديه اللحظه، انك تعيد روي اللحظه بزمن السينمائي. كل ما بحضر فيلم لهلا بروح بالسينمات بتذكر حالي لما كنت صغير ايام الحصار الثمانينات، والله لا يعيده على حدا، اوكي، لما كنا نجيب من الفيديو كلاب، من محلات الفيديو، تجيب هالفي اتش اس وتحضر هاي الافلام اللي موجوده، اللي صرنا اللي في افلام مستاجره 4-5 مرات عايد انا صغير، يعني عم اقول لك حضرانا كذا مره. بتذكر هاي المتعه اللي انت حامل هيك الافلام، اخواتي كبار، يعني انا وكون عندي اخوات كبار ساعدني انه اكون بجيل اكبر شوي، انا بيني وبين اخواتي 7 و8 سنين، فتابعت الموسيقى اللي كانوا يسمعوها، القصص كلها. فهاي المتعه تبع انه لما ما في شيء تشوفه، ما في تلفزيون، يعني كان القناه الاولى بس والقناه الثانيه، القناه الاولى، ويعني ما في هالخيارات اللي انت بتشوفها، يعني افلام انا مع امي مثلا، فيلم بين الاطلال لفاتن حلالة، لفاتن حمامة، أقسم لك بالله يمكن حضرانه على الأقل 20 مرة على الأقل وأنا صغير. هذا تأسس شو؟ هي الحساسية والشفافية تأسست. الزمن اللي هو 90 دقيقة لروي قصة من البداية للنهاية، 90 يعني 90-100 اللي هو هذا الزمن، أنا قصدي لسرد حكاية معي من أنا وصغير. حلو. ويمكن بهديك المرحلة المرحلة، يعني وجودك يعني بخلفياتك المتنوعة، ما أنه أنت كردي موجود في دمشق بحي عربي مثلا، يعني
بكل هي التركيبه اللي المحيطه فيك بهذيك الفتره الصعبه، يمكن هذا كله ساهم بانه يكتب شيء جواتك يعني. هلا كمان يعني في كتير شغلات بس ما فينا تعرف شو هي، بس كمان انت قديت تتعب على حالك. يعني دراسة اني انا اقرر اني ادرس سينما، انا بالاساس طلعت من البكالوريا، قدمت على الفنون الجميلة، ما انقبلت، نجحت بالفحص بس لان علاماتي قليلة. بعدين رحت صرت اكتب شعر، بعدين توجهت للمسرح الى اخره، بعدين لقيت حالي انه عم شوف افلام، رحنا على السينما الكندي حضرنا افلام الى اخره، تذكرت هذا الحب، صرت شوف نوع جديد من الافلام اللي انا كنت بالاساس شوفها زمان. فخلقت عندي السينما بهي الجامعة لهالفنون جميعها، انه كل الفنون موجودة فيها، فهي وهي اللحظة المتواصلة خلال 24 فريم للثانية بيخلقوا لك هي الجمالية وهي الحكاية اللي بتبقى معششة فيك وبتأثر بحياتك. فقلت بدي أعمل سينما، ورحت كفيت خدمت جيش، تخرجت تسرحت من الجيش، كنت بايع بيت، كان عندي بيت بجمعية تسيا، بعته بالمصاري، طلعت يعني جامعة خاصة، معهد خاص، معهد عالي خاص، ما معي لا منحة ولا شيء. ف درست سينما وصرفت وصرت اشتغل طبعا هنيك، كمان تعلمت لي 6 7 مهن بهي الفتره لاحسن اعيش. فانه تجربه هي بتراكم حالها، يعني العمر في معاهد سينما ما بيقبلوا واحد يدرس تحت ال 25. عمر طلال، عمر هي ولسه عم نتعلم. علي لسه عم نتعلم، لسه كل فيلم وكنا ننزل وكنا ننزل نسهر بمرمى نحن انا وياك وكذا يعني. هذا من تاريخك طلال، ما تنساه. هذا 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 من التاريخ اللي رح نشتاق له. انا لها طب هذا بيقودني لاخر سؤال. السينما السورية اليوم المصابة بكل ما هو مصاب فيه الواقع السوري، من انقسام واستقطاب و يعني وتفكك احيانا ويعني وحده واللي بدك اياه، وهي النجاحات الدوليه لافلام، في حين انه في قسم عم يعمل افلام بجوز ما عم تنال هاي الفرص، فبتلاقي هدول صار عندهم نوع من الغيرة والحسد لهدوك، والعكس صحيح انه انتوا لا جوا ونحن يعني. كل هذا الواقع المر والصعب والمعقد. سؤالي الأخير، هل عندك إيمان أو أمل انه ترجع يعني يرجعوا السينمائيين السوريين وممكن يجتمعوا بطريقة ما أو بشكل ما؟ مهم؟ ما بعرف، أنا عم بسألك وهل هو مهم؟ إيه هو سؤال كمان مهم. أنا ما بتوقع علي، أنا شكرا هذا لا يعني لتفاعلك. بس السوري، هذا لا يعني إذا اجتمعوا بغرفة المخرجين بالمؤسسة أو غيره، لا أو لا لا قسم أكيد مو هيك إنه القصد، ما أكيد بيحبوا أكيد بعض، على سبيل المثال عم بمزح أكيد. إيه. أنا لا أنا ما بتوقع، أنا بشوف السينما السورية رغم كل الظروف عم يطلع كادر كتير قوي واختصاصات، وصار في انفتاح أكثر على التجارب ومحقق اسم كتير كبير بالروائي وبالوثائقي اكيد، وفي اسماء كبيره بنعكس فيها، فهمت كيف؟ محمد ملص، غسان شميت، نضال الدبس، اسامه محمد، في اسماء كثيره، نحن عبد اللطيف عبد الحميد، عمر اميرالاي، طبعا يعني في اسماء بلشت ونحن عم نكفي. ف بهذا الطريق طبعا بشكل مختلف تماما، موجه جديده الى اخره، ضمن احداثيات، مفرقين، ما بنحب بعض، بنحب بعض، هذا موضوع ما حيأثر على الناس، ما بيقدم ولا بيأخر. لا بيقدم ولا بيأخر. انا مثل ما لي شايف المخرجين السينمائيين السوريين، وحكيها بصراحه يعني، وما حدا رح يحكي هالقصه بصراحه، أنا بشوف إنه ما في محبة.
لبعض. اوكي، وفي غيره ماشي، وفي تبع هذا اللي بوشك بنرجع نفس القصه، هاي النمط السوري تبع انه اخي انت ما بتحبني وبتحكي علي، رجاء بس تشوفني انا هيك، انا صار في هيك صراحه انه بس تشوفني معلش لا تسلم علي والله ما بعتب، او سلم باليد لا تاخذني عنا. فهمت كيف؟ بس يمكن الاخطر طلال انه مو بس هي حب يعني حسد وغيره او كره، اليوم صار في تخوين ومتبادل التخوين، يعني ما نو من طرف لطرف معين، هو متبادل. الدائرة كبيرة، أنت ما عم تعمل فيلم إلهم، أوكي؟ أنت عم تعمل فيلم عم ينعرض، ممكن إذا أنت وشطارتك ينعرض على 50 60 محطة وينعرض ب60 مهرجان، أوكي؟ وبشوفوه ناس بعيداً عن هاي الحروب وهالمهاترات، بشوفوه بمعزل عن يعني بشوفوه من برا، فبيحسنوا تمام عليه أكثر. هي نحن يعني انا بحسد المصريين، يعني بحسهم قلبهم على بعض اكثر منا، هاي حقيقة. من هن يعني اكثر والى اخره. بس في صنعه اخي، مصر في صنعه سينما قديمه وصنعه بتدر راس مال. نحن عندنا اللي در راس مال هو التلفزيون والمسلسلات، يعني فهمت كيف؟ هذا الشيء هون في خلاف الصنعه اللي عم اللي متصالحين، جماعة الدراما متصالحين مع بعض أكثر من جماعة السينما، لأنه صحيح، الفرص قليلة ولأنه محققين حالهم أكثر. الدراما طيب محققين حالهم أكثر ولهم سمعة أطيب مرحلة ما. هلا السينما صفى يعني كمان مشكلتها إنه ما في صالات وما في كذا، فهيك هو حديث طويل يمكن طلال ما بيخلص، حديث طويل. ونحن وأنا كثير احنا حكينا استمتعت، كثير. ويعني عرب سينما سنتر متشكرين كثير على هالدعوة إنه دعونا على المنصة تبعهم لنحكي، فعلا وأنا كمان بفتخر إنه أخذت جائزة النقاد السنة الماضية بكان، نقاد العرب صوتوا التقوا إنه فيلم آباء وأبناء ياخذ جائزة، فهذا كمان شرف كثير كبير ومسؤولية، فإن شاء الله مكفين. هذا أكيد، ونحن دائما بانتظار جديدك طلال، وأنت سينمائي الحقيقة. يعني الواحد بيفرح لإنجازاته، بيفرح لتقدمه الدائم. يعني أنت دائما دائما بتشتغل، يعني وأنا بعرف هاي المعلومة كتير منيح. نحن طولنا اليوم، ونحن أنا بدي أشكر كمان الـ ACC عرب سينما سنتر، وتشكرون على تعبتهم بسمة نظامي وعلاء كركوتي انه اتاحوا لنا هاي الفرصه، وتحملونا. يمكن نحن حكينا اكثر من الوقت المعتاد، بس يعني الحقيقه الكلام معك طلال بياخذ، والمحاور والكلام كثير. فبدي اتشكرك كثير على كمان تحملك لإلي، وبنلتقى على خير. وبدي اقول للي عم يسمعنا وعم يشوفنا انه هذا الفيديو راح ينزل على اليوتيوب قريبا، مركز السينما العربية راح ينزله على اليوتيوب، مشان اللي ما شافه يقدر يشوفه كامل. وشكرا كثير، سلامات حبيبي عدوش، باي باي. باي حبيبي، باي.